نجري تحضيرات لكونسيرت إن شاء الله بداية الشهر الثالث. الكونسيرت اللي بمشاركة يعني مطربين من كرد من سليمانية، من محافظة سليمانية، من مدينة سليمانية، الفنان حميد باني والفنان كاميران مصطفى. الأوركسترا تقريبا أكثر من 60 عازف، وأغلب العازفين من مدن كردستان المختلفة، يعني منهم من كركوك، من سليمانية، من كويا، من رانيا، قلادزية، وأيضا عندنا كمضيف من كردستان الشرقية، من سنة، من مريوان، من سقز، من بوكان. مشاركة ثلاث زملائي من بغداد، أستاذ علي على آلة البيانو، أستاذ جعفر على آلة الأوبو، وأستاذ لانس على آلة الباسون. العازفين أعمارهم تقريبا من 16 سنة ولحد 42-43 سنة، يعني ما بين يتراوح ما بين هالفئتين.